اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم مره ثانيه. اولى فقراتنا لليوم فقره مهمه جدا، هنتكلم عن الحوار الاسري، والحوار الاسري هو وسيله من وسائل التواصل الفعال بين الاسر، وكل ما كان في حوار اسري بين الاسره كل ما قلت المشكلات، وكل ما كانت الحياه الزوجيه عموما مستقره، وكل ما الابناء نشأوا او تربوا تربيه نفسيه سليمه عموما. الحوار الأسري نفسه هو شنو؟ شنو التفاصيل المرتبطة به؟ وكيف نعزز ذات أهمية التواصل الأسري في المجتمع؟ يا حسن بتحدث الليلة. دي واحدة من الحاجات المهمة جدا واللي محتاجين لها تحديدا في التوقيت ده، لأنه لو ربطنا يا تسليم مشاكلنا في السودان كلها بما فيها آخر مشكلة، تلاقي مشكلتنا مشكلة حوار، يعني بنمر ب 1500 حوار لكن بنفشل في الوصول لنتيجة في الحوار المعني، إذا كان اجتماعي سياسي أي كان شكله. الحوار الوطني ذاته بيتبنى من الحوار الأسري حقيقي، يعني رجعت جدا تكون معنا الدكتورة ريج أمين محمد زين، اختصاصي نفسي جامعة سمنار. مرحب بك، سعادة تكوني معنا. مرحبا بكم ومرحبا بكل المشاهدين الأعزاء، وكل سنة وهم طيبين، وإن شاء الله تكون الحلقة دي إضافة حقيقية لكل الناس اللي بيشاهدونا. على مستوى الأسرة بتقلل الضغوطات والحاجات، وبيكون في تربية أو تنشئة سليمة للأبناء. خلينا نتكلم عن مفهوم الحوار الأسري بصورة عامة. تمام. طيب خليني أقول حاجة مهمة قبل ما أعرف الحوار. يعني أنا سعيدة بالوعي للآباء والأمهات إنه بيجوا يحسوا إنه الأسرة هي مصدر الاستقرار، مصدر الاطمئنان، وهي المنبع الأول للسعادة وللاستقرار. لكن بساعتدي بقول إنه لسه في فقر في الأساليب اللي احنا المفروض نتعامل بيها. يعني دائما معظم مشاكلنا نقص معلومات او المعلومات الخاطئه. كل اب وام بيحلم انه يكون اسره سعيده، لكن بس بيركزوا على حاجات ما مهمه. يعني مثلا كل جهودهم بتكون في المال، في توفير الاحتياجات الاساسيه، الاكل الشراب، الرسوم الدراسيه، هي دي حاجات مهمه. يعني هي مهمه، لكن في احتياجات نفسيه اخرى اللي هو شنو موجوده ونحن محتاجين نركز عليها في الفتره دي بالذات. فالحوار هو الحديث الايجابي بين الطرفين. الحوار هو الحديث الايجابي بين الطرفين، هو اللي بيزيد الالفه، وهو اللي بيزيد التواصل الايجابي، وهو اللي بيزيد العواطف الروحيه والعاطفيه بين افراد الاسره. طيب لو دعمقنا اكثر دكتوره ريج في مفهوم الحوار، هل هو يعني رب الاسره بيقوم بيقول يا اخواننا في اجتماع يوم الاثنين الناس تتلاقى في البيت عشان نتحاور في مشكله معينه، ولا هي طريقه بتاع التربيه او سلوك يعني بيتبعوا الاب والام مع ابنائهم بشكل دائم ومستمر؟ يعني هو اسلوب بتاع حياه، بس نحن ما قاعدين نركز عليه. ما زي مش عندنا في 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 العائله عندنا بيقول لك لما العائله بتاعت كل شهر، وفي الحل عندنا النسوان بيقول لك لما الجمعه، ما هي دي برضه لما الاسره، لكن نحن ما بنركز عليها. لكن لما نركز عليها وتكون اسلوب من اساليب الحياه، نحن مشاكلنا كلها بتزول بالحوار. لكن لانه نحن يعني دائما نحن بنعاني، دائما نحن بنعاني من شنو؟ من الاميه الاسريه. يعني ما عندنا ترتيب لاحتياجاتنا، يعني ما بنحس انه يعني نحن كمجتمع سوداني دائما بنركز عليه لمة العائلة أكثر من لمة الحوار بتحت الأسرة. أنا زمان، يعني زمان قبل دخول التكنولوجيا الحديثة، كان الناس حريصة إنه لما الإذاعة الساعة 3 تضرب الناس تكون حريصة على صينية الغداء، بتكون حريصة الأسرة كلها بتتجمع. ده كانت الحاجة دي معلها تلقائية. الآن لأنه نحن في إيقاع بتاع حياة سريع وضغوط واقتصادية، أيوة، فبقت الناس شنو؟ الناس ما بتتجمع. عشان كده لازم يكون هو اسلوب بتاع حياه، وخاصه نحن في فتره الاجازه، يعني فتره الاجازه دي الناس ممكن تستغلها عشان نحن نغير طريقه تفكيرنا واساليبنا التربويه. طيب دكتوره ريم، انت ذكرت انه الحوار هو اسلوب حياه، هو الحوار المستمر هو اسلوب حياه. طيب احنا كيف نعزز الحوار المستمر ده، وكيف ننشر الثقافه دي من جديد، ونخلي الاسر ذاته تنتج الحوار ممكن تنتج اكثر من لما نؤمن بأهميته. يعني الحوار محتاج لوعي، محتاج إنه نؤمن بأهميته، إنه نحن محتاجين نغير أساليبنا. لو لاحظتي إنه نحن دائما مشاكلنا بنركز على مشاكلنا، ما قاعدين نركز على الحلول بتاعتها. يعني طوالي بتلقى الأم والأب بيقولوا نحن بنعاني من ضغوط، الجيل ده بقى مختلف، الجيل ده بقى ما بيسمع الكلام. بنركز على النقطة دي كتير وبنسمعها كتير، لكن ما قاعدين نركز في الحلول. شنو الحلول؟ ما هو الجيل ده مختلف، لكن نحن محتاجين نحن
نحن نتغير معاه ونغير طريق تفكيرنا عشان نحن نقدر شنو، عشان نقدر نجاريه، عشان يكون يعني ما يكون شنو الجيل ده مصدر مشاكلنا وضغوطنا. فأنا لما أعزز الحوار ويكون في وعي بأهميته ويكون جزء من أسلوب حياتي، معناه أنه أنا في مشاكل كثيرة بتتحل. ليه؟ لأنه الحوار لما أنا أتحاور مع أولادي معناه أنا بتفاعل معه، أما أتفاعل معه معناه أنه أنا ببني شخصيته. ما هو زي الموية دي لما نكب لها الملح طعمه بيتغير. ليه؟ لأنه الملح لما ندوبناه قام يتفاعل في الموية، تمام؟ يلا أنا لما أتحاور مع أولادي معناه أنا بتفاعل معهم، معناه أنا بعزز شخصيتهم، معناه أنه أنا ببني شخصيتهم، معناه أنه أنا بعرف أنه أولادي بيفكروا كيف، طموحاتهم شنو. في حاجات صغيرة لكن أثر عميق. يعني الولد لما نقول له، الأب يكون عمره 40 سنة وولده 10 سنة، يقول له رأيك شنو أنه نحن نقوم نخطط أنه 5 سنة نحن مثلا دارين نعمل لنا قطعة أرض، ولا الأم تجي تخطط مع بنتها تقول لها رأيك شنو أنه نحن نستغل الإجازة دي في حاجة مفيدة. لما أقول لها رأيك شنو وأقعد أتحاور معاها، معناه أنه أنا بعزز صيغتها بنفسها. ونحن الحاجة دي، الحاجة دي مفقودة شديد. نحن منعاني من الحاجة دي في الجامعات كويس، منعاني من فقدان الصيغة. نحن دائما معظم تربيتنا لأولادنا أوامر، لا ما تعمل كده، لا ما تباري أصدقاء السوء، لا ما تستعمل التليفون. أيوة العيبة دكتورة. أيوة. يعني بنلقى في تربيتنا ذاته واحد من أكبر مشاكلنا اللي عندها علاقة طبعا بالحوار. أيوة. أنا ما بتحاور مع الطفل إنه دي مشكلة، لا بقول له دعب، فأنا حاخد معاك أسباب التربية. أيوة. ذاته بالشكل ده. بعد ما نمشي مع المشاهدين فاصل قصير، رأيك شنو؟ نطلع فاصل قصير نرجع نواصل معاك. أهلا جديد مشاهدينا وكل من انضم للمتابعة. لسه معانا دكتور أريج عبيد محمد زين. دكتور أريج مرحبا بك مرة ثانية. وسألتك قبل الفاصل، تكلمت عن المشاكل اللي قاعد تكون دائما في الحوار، لكن الناس أو عدد كبير من الناس ما بيعرف أسباب المشاكل الحاصلة دي. يعني في المجتمع السوداني بتلقي إنه في حتى الأب والأم يقول لك والله في مشكلة في أبنائي، أو في مشكلة في الأسرة، أو في مشكلة في الناس دي، لكن هو حرفيا ما بيكون عارف المشكلة وين، إذا كان في الحوار مثلا أو وين تحديدا في الحاجة دي. ما عارفين المشكلة، لأنه نحن ما قاعدين نتحاور معهم. من إحنا بنعرف المشاكل بتين، نحن لما نتحاور معناه، لكن الحوار ده ذاته ما أنواع. نحن بنتكلم عن الحوار الأسري الدافئ اللي بيقوي الصلات الروحية. ما أنا لما أقعد، الناس زمان لما يقعدوا في صينة الغداء بيناقشوا مشاكلهم تلقائيا، معناه أنا بعرف الخلل وين، نقطة الضعف في ولدي وين، كويس؟ لكن هسه الان ما في، لانه الحوار بقى معدوم، عشان كده نحن ما عارفين الخلل وين. فالحوار بيخلي بتفهم ولدك بيفكر كيف، تطلعاته شنو، اماله شنو، مشاكله شنو، كويس؟ لما انت تحاور معناه انت بتبني علاقه وثيقه بينك وبينه. فالحوار بيربي الثقه، بيجعل الطفل بيشعر بالامان، بيتفاعل معاك. بعدين الحوار بيغير الصورة الذهنية. دائما الأولاد والبنات بيكونوا عندهم صورة ذهنية في لأبائهم وأمهاتهم، بتكون صورة ذهنية لما أنت تقعد وتتحاور معاه بتتفاجأ إنه معقول ولدك بيفكر فيك كده. أنا الحاجة دي مرت بي في الجامعة، بدأ عندها مشاكل لما جبنا الأبو، أنا قعدت معاها وجبت الأبو قعدت معاه وقلت له بنتك، قال لي معقول بنتي بتفكر فيني كده؟ أيوة كل البعد. يعني هي خاطة صورة ذهنية مغايرة تماما لشخصية الأب. فعشان كده أنا بقول الحوار بيخليك يحلحلك، بيفكلك أزرار كثيرة وألغاز كثيرة أنت بتكون شنو، بتكون ما فاهمة. غير كده الصيغة مهمة، الصيغة مهمة شديد. نحن دائما مشاكلنا شنو الصيغة وين، يعني صيغة الأب في الأبناء ولا أيوة الصيغة لما أنا أتحاور معاه معناه أنه أنا بعرف تفكيره شنو، معناه هو بكون قريب لي، معناها بيجي يحكي لي. لما أنا أحكي له أحكي لي أو أبوي، وأبوي يسمع مني، معناه أنه أنا عارفة ولدي تفكر كيف، بيعمل في شنو، تمام؟ لكن لما أنا بكون بعيدة، نحن بقيت عندنا خوف. يعني مثلا البيت شايل الموبايل تتكلم عنه، الضرب لك دمنه، كويس؟ ليه؟ لأنه نحن ما قاعدين نتحاور معه. لكن لما أنا أكون قريبة عارفة الضرب لي منه، عارفة ممكن يجي تجي البيت تحكي لي، يقول لي فلان قال لي كده، وأقول لها يتصرف كده. حتى لو وقعت في مشكلة. أيوة حتى لو وقعت في مشكلة. أيوة كيف؟ لما تقع في مشكلة، لأنه الآباء والأمهات بعيدين، ممكن تمشي لزول ما عنده خبرة، كويس؟ ويديها حل يزيد زيادة. يعني يزيد الطين بلة زي ما قالوا. لكن لما أنا أتحاور معه معناه بزرع الثقة، ودي رسالة قوية للآباء والأمهات. يعني أنا بقول
انه نحن الناس ذي بيجوا يجونا في الجامعه في فتره بتاعت مراهقه متوسطه، يعني لسه غير ناضجين عاطفيا عقليا انفعاليا. فعشان كده نحن لما نحتويهم ونحصنهم معناه هم ما بيقعوا في المشاكل في المخدرات والادمان والمشاكل العاطفيه الكثيره. طيب خلينا نجيب في النقطه ذاتها بتاعت المشاكل والادمان، وفي الفتره دي طبعا انتشرت الظواهر السالبه دي بصوره كبيره جدا من ضمنها ذات الادمان وغيره. يعني يا دكتوره ري، انت بتتوقعي من خلال يعني النقاط اللي تكلمنا عنها هسه دي انه ممكن تكون غياب الحوار الاسري نفسه عامل مساعد في انتشار الظواهر السالبه كلها، مثلا من ضمنها المخدرات، التفلتات، اي ظاهره سالبه بالنسبه للشباب، هل نحن ممكن نرجع لغياب الحوار الاسري نفسه؟ ايوه بالضبط كده. انا احكي لك حاجه مهمه. في دكتور قال هو لما كان داخل الجامعه جاته منحه مشى امريكا، قال هو كان معه مجموعه من رفقاه في المدينه اللي كان هو ساكن فيها، فلما جو كلهم اجتمعوا مع بعض وبيجوا مسافرين ركبوا بص واحد ماشيين على المطار، اي ابو قاعد جنب ولده بيوصي فيه لما تمشي امريكا ما تشرب المخدرات، لما تمشي امريكا ما تمشي البارات، لما تمشي امريكا ما تعايل للبنات كده كله. قال انا ابوي كان بيحكي لي انا امك دي لقيتها كيف وعرستها كيف ويونس فيه بحاجات قديمه. قال لما جه نازل من البص قال لي يا ابوي الاولاد دي كلهم ابهاتهم بيوصوا فيه، انت ليه ما وصيتني وقاعد تحاور فيني وتونس فيني بامي ليه ما وصيتني؟ قال خدت يدين وفيني كده قال لي انها الثقه يا ابني. يا سلام. قال الكلمه دي كانت بترين في اضاني وانا في امريكا لمده 4 سنوات. قال كل ما اشوف حاجه بقول انها الثقه يا ابني، انها الثقه يا ابني. ودي ممكن تكون عالقه في راسه اكثر من الوصايا. أيوة اللي توصلها زملائه. ما هو بقول لك العقل اللاواعي دائما بيركز على كلمه لا. يعني الولد لما نقول لا ما تركب الحيطه بيركب الحيطه، لما المطر طيب يقول لا ما تلعب في الطين بيلعب في الطين. ليه؟ لانه بيركز دائما كلمه النفي دي بيشيلها برا وبيركز على الكلام اللي ما بعد النفي. قال الاولاد كلهم الوصوهم لا ما تشرب المخدرات، لا ما تمشي البارات، لا ما تعمل كده. قال كلهم جوا فاشلين، انا قال الوحيد البحثة دي انا الوحيد قال جيت ناجح. ليه؟ لانه بس قال الكلمه الواحده دي اللي كانت بترن في اضاني. حقيقي الثقه عامل مهم. ايوه الثقه. يلا هسه نحن كثرت الخوف وكثرت هاي في حاجات بتحصل في المجتمع بقت دخيله علينا، لكن الخوف ما حل مشاكلنا كويس. انا احاوره، ابقى صديق بالنسبه له، احصنه. يعني بقول لك شنو البت في فتره المراهقه، ودي رسالتي للاباء، خليك دائما معجب ببتك، قول لها الكلام السميح، انت حلوه انت حلوه انت سمحه، الليله لبستك حلوه، افكارك جميله، دائما تشكره. ليه؟ الشكر من الاب لبته في فتره المراهقه لما تمشي الجامعه بتمشي محصنه من بالكلام الايجابي ده، بيخليها لما تسمع الكلام البرة ما بيأثر فيها. لكن لانهم هم عندهم فراغ عاطفي، عشان كده لما يمشوا الجامعه بيفسروا اي كلمه تفسير خاطئ. يعني الولد كان قال لها اسمك منو بتقول لي قال لي انا بحبك، ولو قال لها عمرك كم سنه بتقول لي قال لي انت في سن مناسبه للزواج. ليه؟ لانه ده كله الجفاف العاطفي اللي بيعانوا منه شبابنا. طيب اذا تكلمنا عن محور هو مهم شديد، يعني هو عكس الحوار الاسري اذا سميناه والتخويف الاسري، يعني لما تلقي في اسره شغاله عكس الحوار اكيد حيكون شغال باسلوب بتاع تخويف، يعني ما تعمل كده الكلام ده مثلا عيب، او خلاص ابوك جاء تعال راجع، ده اللي بيحصل الان في البيت السوداني. الحاجات دي ممكن كيف تشوف ترتيباتها واثرها على الاطفال؟ يعني ما هم في النهايه دي التربيه اللي تربوا بها، يعني في انعكاساتها كيف على مستقبلهم اللي حيكون مستقبل السودان. من اكبر مدمرات التربيه النقد والمقارنه واللون، لكن اكثر حاجه النقد. احنا كشعب سوداني بننقد كثير، نحن شعب طيب وشعب اجتماعي، لكن شعب بنقاد شديد. يعني هسه الاستديو دي جميل، لكن بقول لك والله بتاعي ما تعلم. ايوه كويس. فالولد بيعمل حاجات كثيره غلط، لا ما تعمل، لكن لو جاء عمل حاجه ايجابيه واحده شال كيس الوساخه وطلع الشارع ما بقول يا سلام فالح نصفق له. ما قاعدين ندي الحاجات الايجابيه، بننقد كثير. انا بقول عزيزي الاب عزيزتي الام، كثره النقد دي هي اللي بتدمر اللي بتدمر اولادنا. كثره النقد ليه؟ لانه الانسان بطبعه ربنا خلقه باحتياجات نفسيه اللي هو التقدير والاحترام. التقدير والاحترام لما ما يلقاه في البيت
بيمشي وين؟ يعني يقول لك والله ولدي طوالي قاعد في الفيس، ما انت ما قاعد تحاوره، اديه بس ربع ساعة من زمنك. انا بقول هاي في ضغوط اقتصادية حاصلة، لكن مثلا لو ولدك وانت في الشغل لو ضربت له تليفون والناس معاه ربع ساعة، دي بكل اثر عميق وكبير شديد. اكيد. طيب نحن تكلمنا عن اهمية الحوار الاسري، خلينا نتكلم برضو عن جزء مهم اللي هو الطريقة السليمة ذاتها لإدارة الحوار الأسري، كيف شكلها ممكن يكون عامل؟ أول شيء نؤمن بأهميتها، يعني خلاص بيقى في وعي بالأهمية، لازم الاحترام وتقبل الآخر. ما نحن لو ما في الحوار اتقبلنا الآخر، ما هي في النهاية الحوار عملية تثقيفية، أنا بقول لك كلام وإنت بتقول لي كلام، إنت يا تتقبله يا ما تتقبله، لكن بعد ذاك انت ما تتقبله بطريقه محترمه. في النهايه انا ما بقدر اي بعرضه عليك، ما بفرضه لك كويس. دي بعد ذاك اللي اذا انا مثلا ما قبلت الحاجه دي، معناه ما بيبقى حوار، بيبقى جدال، معناه بعد ذاك بتحول لمغاتله كلاميه، وده اللي بيحصل معظمه في معظم البيوت، اللي هو نحن الجدال، انا داير افرض رايي، انا الصاحب الغلط، في النهايه زي معركه، في النهايه منو الخسران ومنو الرابح. نحن ما دايرين معركه، نحن دايرين في النهايه نتقبل الاخر. يعني في النهاية أنا ما دايرة أحل مشكلة بقدر ما أنا دايرة أقوي الصلات العاطفية والروحية بيني وبين أولادي وبيني وبين الزوجة. بعد ذاك اختيار الوقت المناسب، يعني دائما نختار الوقت المناسب. في علم النفس عندنا حاجة اسمها رابط الألم والمدعى، يعني دائما لما نربط الحوار بالمدعى، يعني ما زي مثلا في يقول لك مثلا في أسر عندهم كل شهر عندهم لما اللمة دي، في ناس بتكون حريصة عليها لأنها مرتبطة بالمدعى. طيب ليه ما نحن نعمل الحاجة دي وتكون جزء من ثقافتنا ونربط الحوار دايما بالمدعى؟ نختار الوقت المناسب، نعمل لنا أكلة بيحبوها الأولاد، دايما نحن ما دايرين نحلحل مشاكلنا، دايرين نشوف أولادنا ديل بيفكروا كيف، دايرين نغوي علاقتنا بيناتهم، دايرين نعرف مشاكلهم، دايما ما نبدأ بالنقد، يعني ما ننقده كويس، نبدأ بالحاجات دايما الإيجابية. وزاد طريقة الحوار دي ما زاد عندها فن وعندها آليات. زمان علماء الاجتماع علماء التنمية البشرية بيقول لك النقد ده زي سندويتش البرجر، يعني كيف؟ يعني مثلا انت تقول له والله انت كريم لكن احمق بس طيب، تمام؟ يعني انا جبت له شنو الصفة السلبية الدائرة انقضها به وفي النص. طيب قالوا بعد ذلك قالوا لا الاسلوب ده ما مجدي، فكروا في اساليب، في النهاية رجعوا لأساليب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بينقد، كان يعني دائما بيقول لك الحاجة الإيجابية. يعني مثلا عبد الله بن عمرو كان ما بيقيم الليل، قال يعني بيكون أحسن رجل عبد الله بن عمرو ده لو كان يقيم الليل. زمان في عهد العرب كان في واحد اسمه الكندي، المغني المطرب بتاع العرب يعني، فقالوا لما نيجي يغني الناس كلها بتتلم حوله، فقام أسلم. جاء ماشي واحد من الصحابة، جاء ماشي قال ما أعزبه من صوته لو كان في كلام الله، يعني ما قال شنو بتاع الغنى ده وشنو ده ما هسي أسلم، قال ما أعزبه من صوت لو كان في كلام الله. يا سلام، طريق اللين. لما الكندي سمع الكلام ده خلى الغنى كويس. يعني يلا أنا أولادنا، لأنه نحن بننقضهم طوالي، ما بنقول لهم كلام، يكون بقول له والله ولدي ذكي، لكن لما تستغل ذكائك ده حتبقى مبدع. طيب يعني في حاجة اسمها شنو، مصطلح جديد اسمه الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي ده انه نحن كيف تتعامل بإيجابية وتتفهم مشاعر الآخرين، يعني ده نوع من أنواع الحوار بسموه علماء النفس الحوار المخملي. الحوار المخملي ده اللي هو بيكون فيه نوع من التهذيب واللطافة واللباغة كده، بعدين بيقوم نحن بنتفهم مشاعر الآخرين كويس، وفي نوع من البعد العاطفي. يعني أنا مثلا لما أجي أتحاور معه ويكون في اتفهم المشاعر بتاعتي، معناه إنه أنا بربط الحوار ده بشنو؟ بالمدعى. معناه إنه الأسرة دي بعد ذلك بتكون حريصة إن شنو، إن أنا نتحاور عندنا مشكلة دايرين نحلها كل الأسرة دي، يد رايك شنو؟ وأكثر شيء الطفل المشاغب، دايما نوكل له المهام، نقول له انت بتدير الحوار، يعني زي مثلا بسموه شنو الالفة في الفصل، يلا نقول له انت تدير لنا الحوار ده كده، نحن شنو بنديه صيغته في نفسه. بعد ذاك الحوار المخملي ده يعني انه كيف نحن يكون في بعد عاطفي، يعني ان كيف نتفهم مشاعر اولادنا وبناتنا. يعني كيف مثلا في بنت عمرها 22 سنه قامت حبت لها واحد وقالت ان ده يجي يخطبها وكده، الام والابو كانوا ما موافقين،
كان عندهم راي في الشاب ده، فقامت هي اصرت انها هي تتخطب وتمت الخطوبه. بعد سنه اكتشفت ان الزول ده نهائي ما مناسب بالنسبه لها. بعد سنه يعني ان الزول ده في فتره الخطوبه هو فعلا ما مناسب. فجاءت للام ان هي دايره تفسخ يعني تفسخ الخطوبه دي والزول ما مناسب لها. الام المتشربه بالحوار المخملي بتعمل شنو؟ بيكون في نوع من المسانده والمعاطفه، بتقول لها ما هي تجربه والناس بتخوضها وتحمدي الله انك انت ما دخلتي في زواج خطوبه بس وبقى ما عقد، بقت ما كونتي اسره. دي نوع من المسانده والمعاطفه للام المتشربه الحوار المحمري. لكن شوفي الام الثانيه، ما قلنا لك من الاول ما مسمح لكلامنا، ده بيخلي الحوار ما مسمر وبيربط دائما الحوار بشنو؟ بالالم. وده بيخلي احوج ما يكون لمساعده عاطفه في الوقت. طبعا يلا نحن ابنائنا احوج ما يكون للمسانده والمعاطفه اللي ما لقوها من الام والاب، بيمشوا لناس ثانيين يكونوا فريسه سهله لاولئك الذين يصطادون في المياه العكره. ويمكن يا دكتوره دي برضو واحده من الحاجات اللي بنلقى فيه مثلا سيدات متزوجات وبيعانوا من مشاكل يعني في علاقتهم الزوجيه، لكن هم من البدايه اهلهم كانوا رافضين للزيجات دي، فبالتالي هم بيضطروا يقعدوا في وضع هم ما حابينه، لكن عشان ما يرجعوا لاسرهم يقولوا من الاول. ايوه بس دي المشكله نفسها. ايوه صح. طيب لو وقفنا في حاجه من الحاجات اللي هي مهمه عندها انعكاس مباشر على تربيه الابناء، الحوار بين الزوجين يعني. هو برضه من الاساليب اللي بيعلم الشباب ديل من غير ما انا اقول لهم يا اخي تحاوروا، لما يكون في حوار بين الزوج والزوجه. بالظبط كده. طيب فقدان الحوار بين الزوجين واثروا على الحوار بين الابناء. فقدان الحوار بين الزوجين ده من اكبر المشاكل اللي بتؤدي للطلاق. ليه؟ لانه دائما قالوا الجبال تكونت من صغير الحصى. يعني الحاجات قامت تتراكمت، يعني مثلا الزوجه خلت النور بتاع الحوش فاتح، قام الراجل ده يطلقه، هو ده ما السبب، لكن هو لانه في تراكمات وما في حوار. فالحاجات لما قامت تتراكمت قامت ادت لشنو؟ للطلاق والتفكك الاسري. لكن لما يعني كل فتره الناس يكون في حوار ونتحاور، انت عملت كده، انت عملت ليه كده، نحن ما نعمل، دي بتحلحل لنا كثير من المشاكل. لكن لانه نحن لسه ما عندنا ثقافه الحوار، عشان كده بتقوم الام بتعيش بضغوط نفسيه، بتقول بعيش عشان اولادي، بعيش في النهايه بتقوم بتصل لضغط نفسي بسبب لها امراض عضويه وتلف الدكاتره وما تلقى علاج، وفي متراكمه وسببها حاجه بسيطه اللي هو فقدان الحوار. طيب يا دكتوره برضو في نقطه مهمه شديد، وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين. في الاونه الاخيره يعني بقى استخدامها اكثر واوسع. طيب لو تكلمنا او ربطنا الموضوع ده بالحوار الاسري نفسه، هل بتعتقدي انه يعني ادمان وسائل التواصل الاجتماعي هل هو اللي خلق الجفوه ما بين الاسره والابناء؟ بالضبط كده. اي ما هم قاموا لجأوا لوسائل التواصل. ليه؟ لأنه في فراغ عاطفي، ولأنه في احتياجات نفسية غير مشبعة. فلما قاموا يتواصلوا مع الأصدقاء الافتراضيين قاموا أشبعوا لهم الحاجات المفقودة في البيت. عشان كده ده أكبر مسبب من مسببات المشاكل. اللي هو شنو يعني؟ في بعدك في بنقول في بيقى في تحالف بين الوسائل التقنية والمشاكل الاسريه، الاثنين اتفاعلت مع بعض وعملت لنا المشاكل دي. وهم المنوين في النهايه بنقول نحن بنتعرض لقزو ثقافي اي ناعم في شكله، لكن جبار ومخيف في مضامينه ومشاكله. فنحن مشاكلنا دي كلها التقنيه الحديثه، ولانه استغلناها استغلال سيء. فهي نحن لو زي ما قلتي لو استغلناها استغلال ايجابي كان بترتقي بينا وبتودينا لقدام، لكن لانه قلنا نحن استغلناها الاستغلال السيء ده، عشان كده بقت مشاكلنا كثيره، اولادنا بقت مشاكلهم كثيره، بقت في مشاكل بتاعه الادمان والمخدرات والضغوط الاسريه. حتى بقى ما في مساحه لانه الاسره تقعد مع بعض في الجلسه اللي انت تكلمتي معنا عنها في بدايه الحوار، انه الناس بقت اساسا يعني الوقت ما في زمن عشان يقعدوا مع بعض يتناقشوا في مشاكلهم. لا انا ما بقول ما في زمن، نحن لو دايرين لا الزمن هو لانه هم مفصلين زمنهم على حسب احتياجاتهم. أيوة التكنولوجيه وين؟ ايوه الانسان لو داير حاجه بيخلق لها الزمن. ما نحس مثلا في امهات بيدوا لما القهوة زمن أكثر من البيت صح؟ وفي آباء بيدوا أصحابهم أكثر. ليه؟ لأنه نحن ما عندنا الحوار، ما عندنا أسلوب الحوار. الأسلوب محتاجين لأسلوب الحوار ومحتاجين للحوار المخملي. يعني لو غيرنا طريقة أسلوب، يعني المرة لو قالت للرجل نحن بنكون سعيدين لو أنت قعدت معانا في البيت
بتفرق لما تقول له لما الطريقه دي مجدية يعني شايف انه ممكن تقول الكلمه دي لو قالت هي ما قاعد تقولها لكن تقول له انك بس تمشي لاصحابك ولا قاعد تقعد معانا ده اللي بيخليه دايما ده بيخليه يهرب ده بيخليه في الحلقه الختاميه دي احنا وصلنا معاك للختام لكن خلينا نزل برضه عن يعني في ظل المشاكل الزكاتية دي كلها في فقدان الحوار او في بعض الاسر الموجود بشكل بسيط كيف ممكن ننمي الحوار داخل الاسره في اساليب متبعه في ارشادات ممكن تقدميها نؤمن باهميته لو امننا باهميته وفي وعي بقى باهميه الحوار نحن اكيد حنغير طريقه اسلوبنا بس انا دايره اقول انه نؤمن باهميته نحن محتاجين له شديد في الزمن ده محتاجين له بيحلحل كل مشاكلنا بعد ذاك بقول نحن معظم مشاكلنا نخسر معلومات والمعلومات الخاطئة يعني لو كان قرينا وغيرنا طريقة اسلوبنا طريقة تفكيرنا حياتنا بتتغير بس نحن قاعدين في نقطة واحدة وما قاعدين نتغير ومركزين على المجتمع اكثر من البيت بقول للاباء والامهات اولادكم هم اللي بينفعوكم خلوا نرتب اولوياتنا ترتيب صحيح ونخلي اسرتنا في قائمة اولوياتنا يعني الزمن اللي من الدي ولبرا لو ادينا بس ربعه لاولادنا مشاكلنا كلها بتتحل جميل جدا حسن نحن وصلنا لختام المساحه دي دكتوره اريج نحن شاكرين لك جدا ساعدتينا ونورتينا اريج امين اختصاص نفسي جامعه سنار شكرا جزيلا شكرا جزيلا تسلموا يعطيكم العافيه هنمشي للفاصل ونواصل مع مشاهدينا في كل مكان فقرات هذا اليوم.